حلمة على بعد 27 كيلومتر من سطيف، منطقة صناعية فلاحية تجارية بامتياز، وهي اليوم من بين المقاطعات التي شملها قرار مجلس الوزراء المنعقد في 26 نوفمبر بخصوص إحداث ولايات منتدبة. فما رأي المتدخلين الاقتصاديين في ذلك؟ في كل البلديات راح يستفادوا، راح الاداره راح تكون قريبه من 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 كل من التجار ومن المواطنين كل. سهل لنا اولا في المستندات تاعنا، في الاتصال بالمسؤولين، تكون على الاقل في مدينه العلمة على الاقل القرارات يكونوا بسرعه. تطوير الناحيه المعيشيه تاع المواطن يلتمسها المواطن في 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 المرافق، في المرافق ممكن مشاريع ما تعودش تصعد حتى للولايه، من جهه السكن، من جهه الامور تاع الولايه تاع القرايا، من جهه عندنا استقلاليه في حوايج بزاف. تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم لإحداث توازن إقليمي وبعث ديناميكية اقتصادية بالهضاب العليا، تدعيم إذن لنمو هذه المناطق واقتراب كل ما يحتاجه المواطن من المواطن، من الإدارة، من اقتصاد. لذا رانا اليوم في هذه الولاية المضيافة لتجسيد هذه القرارات التي اتخذت من طرف مجلس الوزراء. والدولة دارت هذا التنظيم الاداري الجديد بدرجه الاولى لدعم الاقتصاد المحلي، يعني الاقتصاد الوطني والاقتصاد المحلي. الاكيد ان الولايه المنتدبه العلمة ستفتح افاقا اقتصاديه واجتماعيه جديده لكل سكان المنطقه.